حنروح ايضا نضل بالمجال الطبي، ولكن حنروح بالمجال التجميلي بطب الاسنان يا ليلى. تماما يا رشا، ورح نروح لتجميل الاسنان اللي هو من الاجراءات العلاجيه اللي بيقوم فيها طبيب الاسنان بتعديلات في حال كان تشقق او كسور بالاسنان، يعني تعديلات بسيطه ممكن تعطي مظهر وابتسامه افضل. لكن اليوم تجميل الأسنان صار يمكن ضرورة تجميلية أكثر ما هو ضرورة علاجية وطبية، وكثير تطورت التحديثات والتقنيات اليوم عليها رشا. أكيد ليلى، اليوم مثل ما قلتي صارت هي أحيانا عم تكون الإجراءات إنه هيك موضة أو عصرانة أكثر من خلينا نقول الحالات الطبية، ولكن هي ضرورية وفي ناس كثير بتحتاجها. من إنه الأشخاص اليوم بحاجة عن جد للتجميل، شو هي الآلية المتبعة وأهم التقنيات اللي عم يتم استخدامها بمجال تجميل الأسنان؟ رح نضوي على هي المعلومات وغيرها مع ضيفنا لليوم، وهو الدكتور أنس مصطفى الحرش، أخصائي في طب الأسنان وجراحة ودبلوم دراسات عليا في التشريح المرضي الخاص بالفم والأسنان، ومجاز من هيئة البورد السوري. يسعد صباحك حكيم، وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحكم وصباح السادة المشاهدين. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية خلينا نحكي أو نعرف شو هو تجميل الأسنان. لا، تجميل الأسنان أو ما يسمى بالوجوه الفينير بالمصطلح هو عبارة عن وجوه خزفية تستعمل لتغيير شكل الأسنان أو تحسين شكلها، أي وجوه الفينير المتعارف عليها، وإعطاء الأسنان شكل أجمل عن طريق تعديل الحجم واللون بما يتناسب مع ابتسامة الشخص للحصول على ابتسامة أجمل. خاصة حاليا يعني معظم الناس صارت من زمن ما كان فيها الضرورة الكبيرة، هلأ معظم الناس حتى لو أسنانها يعني صفتهم جيدة بحاجة أنه تكون ابتسامتهم أجمل كحجوم أسنان وكلون بما يتناسب مع بشرتهم ومع ابتسامتهم. يعني دائما عم شوف للاسف دكتور حالات ما عم تتناسب مع البشره كلون، يعني في حالات كثير هيك عم تمرق. ولكن اليوم طبيا وقت اللي احنا بنقول تجميل اسنان، انا اليوم بحاجه انه زور دكتور الاسنان واروح لموضوع التجميل، شو اهم الاسباب اليوم اللي الدكتور بيقول لي انت بحاجه لتجميل؟ هلا هي رغبه المريض، بدنا اول شيء دراسه الحاله بشكل جيد قبل، يعني وعدم نجاحها او عدم قبول المريض في الحاله عدم دراستها بشكل جيد. يعني بدنا نحط المريض بالصوره انه هذا الاجراء اجراء غير ردود، يعني الاسنان بدها تنبرد وينحط طبقه او قشره ما تسمى الفينير، يعني وجوه الفينير ما عاد في مجال انه التراجع لها. وثانيا انه هذا الاجراء ما بيغني عن تقويم الاسنان، يعني في حالات اذا كانت الاسنان في تراكب شديد. خلينا نذكر حالات التراكم تراكب بحاجه للتجميل اليوم. لا، في حالات بحاجه للتجميل بس في اجراءات بدها تنعمل قبل، يعني سوء الاطباق يعني ما بيلغي دور طبيب التقويم. الناس ما بدها تعمل تقويم، بيقول بدي بس ابرد اسناني او اعمل تجميل. اذا كان الفك بارز كثير ما حتطلع الابتسامه مرضيه، بحاجه لعلاج بالبدايه وبعدين بنعمل موضوع التجميل. ودراسه مثلا الابتسامه، يعني في حالات ابتسامه لسويه بحاجه لمعالجه جراحيه قبل، أو وضع اللسة وشكل الحليمات اللسوية، هاي بحاجة أحيانا لقطع لسة ليصير شكل اللسة أو طول الأسنان نأمن طول مناسب تطلع الوجوه تتناسب مع الحالة المطلوبة. وبالإضافة للون البشرة، المريض دائما بيطلب اللون الناصع البياض أو التبشوري، ممكن للألوان بتناسب. طبعا الواحد عمل يعني ابتسامة أو عمل تجميل مو معقول يحط أسنانه صفر، بده يعملهم أكيد بيض. بس بدنا نحن ننصحه بلون يناسب بشرته، يعني أبيض مناسب في شفوفية في بريق في مثلا حواف جيدة. تحس أحيانا المنظر تم غريب عن الوجه في بعض الحالات، يعني بالواقع شفناه. هو هاي عدم دراسة الحالة بشكل جيد هو يلي بيسبب هالنتائج. وبده يكون في استطباب، يعني في حالات مثلا فراغات بين الأسنان بسيطة، في نخور الأسنان، تصبغات الأسنان، هي يعني الأسباب اللي بتستدعي لتجميل الأسنان لحتى يعطي نتيجة جيدة إن شاء الله. طب دكتور، ذكرت حضرتك قطع اللسة، هذا الإجراء في حال كان في مشكلة باللسة لحتى تتناسق مع الأسنان، لكن اليوم كتير في أشخاص بيخافوا من هذا الموضوع إنه هو مؤلم أو ممكن مع الوقت يسبب مشاكل باللسة أو بالأسنان، خلينا نوضح أكثر. عملية قطع اللسة ما له لا إجراء مؤلم ولا مزعج. الناس اللي عندهم مشاكل لسوية او شكل اللسه ماله
محدد بشكل جيد، حليمات اللسوية مثلا ما لها واضحة، هو إجراء بسيط عند أخصائي اللسة أو أخصائي جراحة الفكين، وخلال أسبوعين بتم شفاء، أسبوعين ثلاث أسابيع، وبتعطي اللسة شكل مناسب، ما له إجراء صعب أبدا، خاصة هلأ في بعض المراكز أو الأماكن في أجهزة ليزر أو يعني مشرط كهربائي بتخسر اللسة فورا وبتعطي شكل، لأنه يعني أكيد نحن لما بنعمل السن لونه وشكله جميل وبيكون عند حوافه أو شكل اللسة غير مناسب ما حتكون نتيجة مرضية. طب دكتور، هاي هذا الإجراء قبل التركيب، قبل التجميل، لكن في حال ما عملت هاي القصة وحس الدكتور أنه بعد فترة أو طبيب آخر أنه هذا المريض بحاجة لهي القصة، ممكن تنعمل بعد تركيب الوجوه؟ تنعمل وبس بدها تغيير الوجوه، لأنه متى ما نعمل قطع اللسة ما عاد يكون في انطباق بين الوجوه الخزفية اللي تركبت وبين اللسة، لأنه الانطباق والحواف بدها تكون متناسبة مشان تجميع الأكل، يعني هاي إجراءات بدها تكون قبل دراسة الحالة، قبل التجميل أو الممارسة، وأثناء التركيب والعمل كمان بده يكون بدقة، والمتابعة بعد أيضا تركيب الوجوه كمان بالنسبة للعناية، عدم تجميع الأكل، عدم تراجع اللسة، هي المتابعة كمان بعد التجميل. طيب الدكتور، خلينا قبل ما نروح للمتابعة، يمكن هي من أهم المحاور الدكتور دائما بيأكد عليها بعد عمليات التجميل بالأسنان، خلينا نحكي عن الطرق المتبعة اليوم بالتجميل، شو أهم التقنيات اللي عم تشتغلوا عليها والمطلوبة أكثر شيء؟ هلا أكثر شيء هو كان من قبل ما تطلع الوجوه الخزفية كان في وجوه الكومبوزيت. شو يعني دكتور؟ الكومبوزيت يعني الوجوه المباشرة، يعني بيتم تحضير أو برد الأسنان وتطبيقها ضمن العيادة. مادة الكومبوزيت هي نفس المادة اللي تستخدم بالحشوات، نعم، بيجي أنواع جيدة، بيتم يعني تخريش من السن وتطبيق الوجوه وتحضيرها وتلميعها، هي لها مساوي، مو وجوه خزفية مثل التجميل اللي بتنعمل بمخابر خاصة، هي إلى مساوئ أنه ممكن يتغير لونها مع الزمن، وتشكيلها ضمن العيادة ما بيكون كمان شكل، مو ضمن مخبر، مو ضمن مخبر، بتصير ضمن العيادة، اسمها وجوه مباشرة. هاي الوجوه المباشرة يعني قبل ما تتطور الوجوه الخزفية، بعدين لما صار في حاجة للتجميل أكثر وتطورت وجوه البيني واللومينير والتجميل، صار إنجازة أحلى وأجمل، يعني بتنبرد تتحضر. هلأ بنحكي عن مراحل العمل اللي بتكون، أول شيء بده يجي المريض، بندرس الحالة بالبداية، إذا وضع الفكين يعني إذا بدنا نعمل له تجميل ما في مشكلة سوء إطباق ما بحاجة لتقويم، وثاني شيء بناخد طبعة الدراسة، طبعة الدراسة هي مشان يعني تخيل الحالة وحجوم الأسنان أثناء التركيب، تندرس وضع اللسة، إذا اللسة طول الأسنان مناسب وصحة اللسة جيدة بتم الجلسة، هي جلسة تحضير الأسنان، وبنعمل طبعا تعويض مؤقت، يعني ما لازم نبرد له الأسنان للمريض ونتركه بدون شيء مؤقت مشان حساسية الأسنان ومشان وضع اللسة. بجلسة تحضير الأسنان بتم تخدير المريض وبرد الأسنان، يعني هو طبعا هي الوجوه ميزتها أنه مو مثل التيجان الكاملة، يعني بتم تحضير الأسنان بالحد الأدنى، يعني ما بيتم ضياع نسج سنية كبيرة، وبيطبق بعد ما ناخذ الطبعه بدها تكون ايضا بدقه عاليه، وبنحط تعويض مؤقت، يعني اسنان مؤقتين لبين ما خلص، لبين ما يجهزوا من المخابر الخاصه، بده يكون مخبر يعني طبعا انه يكون تقنيات عاليه عنده حتى تطلع بجماليه وبلون مناسب، واختيار اللون بيتم بمساعده المريض، بس بدنا ننصحه باللون المناسب للون البشره ويطلع. وجلسه التركيب جلسه التركيب كمان بدنا نشيل التعويض المؤقت ومنطبق له الوجوه وجه وجه وبمواد إلصاق جيدة، ومنفصل حكيم الأوجه طبعا سن بده يكون كل سن لحاله، ما بيصير ملحومي مثل الجسور الخلفية. تمام دكتور، بالنسبة للفئات اللي ذكرنا أنه هنن عم يلجأوا كتير هلأ، خصوصا فئات الشباب والصبايا تجميل الأسنان من الناحية التجميلية وليس أنه طبية أو علاجية، حضرتك كطبيب شو رأيك بهدول الفئات أو الأشخاص اللي هنن يمكن ما عندهم أي مشكلة، يمكن يكون مظهر أسنانهم جميل، أنت كيف ممكن أنك تقدم لهم نصيحة أنه ما تعملوا شيء؟ هلا نحن بالبداية بدنا يعني نقيم الحالة ونقيم النتائج اللي بدنا نحصل عليها مقارنة مع الشيء اللي بدنا نعمله. يعني شخص مثلا شخص يافي بيكون مثلا اسنانه لسه حديثه وبيكون الحجره اللبيه عنده كبيره طبعا وصفه اسنانه جيده ما بحاجه لشيء،
اكيد بننصحه انه بامكانك مثلا تبيض اسنانك، بامكانك اذا اسنانه في شويه تراكم تعمل تقويم فتره معينه وتعمل تبيض لاسنانك تحافظ على طبقه المينا. بس اذا صار مثلا كبر شوي وفي نخور على الاسنان وفي تصبغات وبحاجه ليحصل على ابتسامه اجمل، طبعا هو ما له اجراء يعني مؤذي. يعني بينبرد السن بالحد الادنى وبتطبق ومتانتها عاليه والصاقه عاليه وحتى امكانيه الاكل عليها بشكل جيد، يعني ما وصارت حاجه يعني الحصول على ابتسامه جميله، كل انسان بحاجه لهالشيء هذا. اكيد دكتور ذكر، بس نحن بنشوف اذا يعني الانسان ما بحاجه يعني اسنانه حلوه، يعني في ناس انه طول اسنانها مو كثير يعني تعديلات أسنانه بسيطه ممكن إيه. لا ذكرت حضرتك اليوم الاجراءات خلينا انه الاختبار قبل ما نروح لموضوع التركيب، هل نحن اليوم بحاجه الى تقويم او لا؟ في اشخاص بتقول لك انا ما عندي هذا الوقت، استنى اشهر لحتى ارجع اعمل شيل التقويم واعمل التركيبه، اليوم هذا الشيء عم يكون له مساوئ ام تظهر بعد التركيب؟ خلينا نحكي عنها دكتور. هلا اذا كان في مشكله سوء اطباق واضحه اكيد ما حينجح تجميل الاسنان. إذا في تراكب شديد نحن بدنا نبرد الأسنان بشكل كبير، هيك بنضطر إنه بده يصير في انكشاف للعصب، بنضطر نعالج عصب، بنضطر نحط تاج كامل ومشاكله بعدين وجماليته بدها تخف. هذا الأمر بدنا نحطه. أنا أكيد إذا مريض استطباب تقويم ما بشتغل له تقويم، ما بشتغل له تجميل عفوا، بحاجة بحاجة لتقويم. أو إذا في ميلان بالفك، يعني فكه العلوي مثلا بارز أو في تراكب شديد أو فراغات كبيرة، إذا في فراغات كبيرة حجوم الأسنان بالتجميل بتطلع كثير كبيرة ما حتطلع حلوة. يعني ليش؟ مشان هيك دراسة الحالة أو أخذ طبع الدراسة ووضع شيء مؤقت هذا ضروري. بس نحن بنوجهه للإجراء العلاجي الأنسب. قد إيه ممكن اليوم تطلب من المريض إنه يستخدم التقويم؟ يعني حسب الحالة التقويم أكيد. بيحدده طبيب أخصائي التقويم. يعني اللي احنا بنحوله مثلا أو بنعمل استشارة تقويم في حال بده سنة، خلال سنة مثلا حسن وضع أسنانه أو رصف أسنانه بشكل جيد، إذا حجوم الأسنان ولسه ما عجبه شكله بنعمل له تجميل، ساعتها بينجح التجميل. أحيانا التقويم هو ضرورة لينجح التجميل. صحيح. يعني ما بيغني التجميل عن التقويم. وبعمر يعني الشباب ممكن التقويم يعطي نتيجه نفس العمر الطفوله؟ بيعطي نتيجه طبعا، اذا ما في مشكله فكيه يعني ما في بروز فك وما تعالج قبل عمر معين بينجح، حتى مهما كانت حالات تراكب في حالات تقويم بتنجح بشكل جيد. يعني اذا ما في بروز، اذا كان في مشكله فكيه بحاجه لجراحه تقويميه وهذا موضوع ثاني، بس اما اذا كان على مستوى الاسنان فقط بتتعالج وبتنجح خلال فترات، وفي اخصائيين جيدين يعني عندنا وعم نتعامل معهم بشكل تمام. دكتور بعد ما حكينا عن مراحل التجميل والاصلاح للاسنان، خلينا نحكي اليوم بعد مرحله التجميل، هل اليوم في اعراض او اضرار او اعراض جانبيه بعد تجميل الاسنان؟ هلا ما في اعراض الا للحالات اللي بيتم فيها اهمال الاسنان، يعني نحن لما بنركب الوجوه الخزفيه او وجوه البينيه مو يعني الشخص انه يهملهم، في نحن المحافظه على العنايه وتنظيف اللثه بشكل جيد، الوقايه من تراجع اللثه وتجميع الاكل، وبدنا انه احيانا الوجه الداخلي للسن بيكون ماله مبرود، يعني إيه هذا عرضه انه اذا كان في اهمال انه ينخل، والمتابعة عند الطبيب بشكل جيد للمحافظة على صحة اللثة وصحة الأسنان، وتجنب مثلا عض شغلات أو أنه يأكل ضرة، لأنه هذا الوجه إذا انكسر ما بيترمم بفم المريض، بده إعادة ويعني انتقاء اللون مثلا. والمشكلة الثانية أنه تجميل الأسنان ممكن يصير على سن أو سنين، بس هون ساعتها بدنا ناخده بلون الأسنان، يعني أحيانا بيكون في فرق بس فقط بالسنين، بنعمل سنين بس وجوه خزفيه لسنين فقط، بس ما فينا نعمل لهم بياض ناصع عشان يتناسبوا مع لون الاسنان، اما اذا البياض الناصع بده يكون في 10 فوق و10 تحت كرمال يتناسب اكيد ان شاء الله. طيب دكتور، فيما بعد الوضع التركيبات ممكن تصير بعض خلينا نقول الحالات تراجع لثه، يصير في التهاب تحت هي التركيبه، شو هن الحالات اللي ممكن تصاب فيها التركيبه فيما بعد يعني؟ هلا اكثر اختلاطات هي تراجع اللثه وتجميع الاكل. هون المحافظة زيارة الطبيب خلال كل 6 شهور أو سنة
لمعالجة اللثة والمحافظة عليها، خاصة الأشخاص اللي ما عندهم عناية، هي أكثر شيء من لاحظة. وإمكانية حدوث نخور بالأماكن اللي ما لها مبرودة كمان إذا ما في عناية، وبالإضافة لحدوث تصدعات أو تغيير. بس بالنهاية يعني الموضوع ممكن متابعته وإصلاحه. كل أيمت دكتور لازم تكون يكون التشييك الطبيب؟ وسطيا كل سنة المفروض. أقل شيء يعني كل سنة. تمام. وإذا شخص عنده، أكيد الشخص اللي عم يطلب تجميل ما له شخص مهمل، يعني بده يجمل أسنانه أكيد عنده عناية بأسنانه بلسته بشكله، فبالنهاية بده يضل يتابع عنده الطبيب وبيتابع بالبيت لحاله. حتى هدول الاختلاطات يعني ممكن يداركهم اليوم الطبيب إذا كانوا بالوقت المناسب لزيارة الطبيب؟ طبعا، يعني إذا معالجة اللثة بشكل دائم والمحافظة عدم تجميع الأكل والمحافظة على أي عرض أو أي شيء بيشكي منه يراجع الطبيب، ممكن المعالجة بدون ما نغير الوجه. طب دكتور، في حالات لتركيب تركيبات الأوجه الفينير أو التقنيات الثانية اللي حكيت عنها حضرتك، في أوجه وفي تلبيسة كاملة بيقولوها هاي للسن، أي هي منهم الأضمن أو الأفضل؟ هلا هي بعض الحالات اللي بتكون الأسنان سليمة وفي عناية جيدة، هون الوجوه أفضل لأنه بيتم برد السن بشكل بسيط. والمحافظة على النسج السنية قدر الإمكان، يعني ما بيتم. أما الحالات اللي فيها نخور شديدة، حشوات كبيرة، الوجه بعد فترة ما بينجح كثير، غالباً بحاجة لمعالجة عصب مثلاً وتاج كامل. التاج بيصير نفس نوعية الوجوه وبيصير نفس اللون، يعني أحياناً نحن ممكن نمزج، يعني في بعض الأسنان بنحط لها وجوه وبعض الحالات ممكن نعمل لها كراون تاج كامل وبتطلع نفس اللون ونفس التقنية. في كتير أشخاص بخافوا من الإجراءات التجميلية من نوع أنه قصة البرد، أنه أنا عم بخسر السن الطبيعي، بس خسرت السن الطبيعي أنه ممكن مع الأيام يصير مشكلة بالأسنان أو أنا هذا الشيء غلط؟ لا، ما بيصير خسارة، خاصة مع يعني الوجوه هي والتقنيات عم يكون البرد بالطبقة بالدرجة الحد الأدنى، يعني ما بيخسر سنه يعني. من هاي هو إجراء طبي وتجميلي وصار ضروري دكتور يمكن بهذا الوقت، يعني إن شاء الله هيك الابتسامة الحلوة تضل مرافقة ومرافقة كل الناس إن شاء الله. شكرا دكتور لحضورك اليوم، ويعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا بحضرتك. أكيد بدنا نشكر حضورك دكتور ولكل المعلومات اللي قدمتها. شكرا للسادة المشاهدين.